بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يوم إن شاء الله تعالى عندنا درس مثبت للبخور، مثبت ملكي للبخور، رائع جدا، من أروع أنواع المثبتات، وإن شاء الله تعالى يكون سهل وتطبقوه وتشوفوا نتائجه بأنفسكم. نبدأ على بركة الله تعالى. المكونات هي الزيوت ذات العمر الطويل اللي راح نستخدم فيه. الزيوت ذات العمر الطويل، ما معنى ذات العمر الطويل؟ هي الزيوت اللي تبقى على ورقة الاختبار أطول مدة ممكنة، يعني الزيوت الثابتة. منها طبعا راح نستخدم العنبر و المسك المتسلق، وراح إن شاء الله تعالى نستخدم أيضا الحبشوش. الحبشوش من أروع المثبتات للبخور، لكن نستخدمه بنسب معينة وبسيطة جدا حتى ما تأثر رائحته أو تطغى على باقي الزيوت الأخرى. عندنا أيضا الورد الفرنسي. الورد الفرنسي ليس من الزيوت الثوابت، ليس من الزيوت الثوابت. ليش طيب نضيفه طالما هو ليس من الزيوت الثوابت؟ نضيفه حتى يعطينا فوحان للمثبت، يعني الزيوت اللي موجودة في المثبت كلها زيوت ثقيلة مركزة، تعمل تكون زيوت مكتومة، زيوت ما فيها انتشار، فلازم نضيف لها زيت يساعد على الانتشار، يساعد الزيوت على الانتشار والفوحان. لذلك راح نضيف ان شاء الله الورد الفرنسي. راح ان شاء الله ايضا نضيف القليل، القليل جدا من لدنة العنبر المركزة. لدنة عنبر مركزة راح ان شاء الله نضيف منها نسبة بسيطة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله تعالى. نفتح الميزان. طبعا شكرا، شكرا قبل ما أبدأ، شكرا، ألف شكر لكل من اقترحت علي بالمحافظة على الميزان. أنا غلفته زي ما قلتوا في ورق طعام نايلون، وأيضا غلفته بالتغليف الحراري، لكن المشكلة في التغليف الحراري هو أنه تكون عنده مو مضبوط في قياس النسب، هذه هي المشكلة. لكنني اليوم استخدمت الميزان هذا، وأن كنتم ترون بأن الزيوت العطرية مؤثرة عليه وعاملة فيه ترخيم، اللي يشوفه يقول مرخم وهو من أثار الزيوت العطرية. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا، عموما شكرا لكم من القلب، شكرا لكم من القلب. وما زلت أيضا أنتظر اقتراحاتكم لأي دروس جديدة، أعطوني مقترحاتكم للدروس اللي حابين أني أنزلها لكم في الفترة القادمة بحول الله وقوته، وأنا على استعداد بإذن الله أني أطبقها معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صفر الميزان، نقيس الزيوت العطرية. طبعا ما ننسى أهم مكون وهو عود المنارة، بإمكانكم استخدام أي عود آخر، المهم يكون عود ذا جودة عالية. بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نبدأ نعقم المكان لازم نحرص على هذه الخطوة. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نأخذ اللدنة المركزة. بسم الله، هذه اللدنة المركزة أنا أعملها بنفسي، والختم أنا أختمها حتى تبقى عندي أطول فترة ممكنة. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف كم نأخذ من اللدنة.
الميزان عامل لي لخبطة هنا، معليش راح نقيس من جديد، راح نقيس من جديد، نغير الميزان، استبعد النايلون معليش عشان قياس النسب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في قياس النسب، نصفر الميزان وناخذ من باعتبار ان هذه خمسة، باعتبار انها فاصلة خمسة يعني اقل من الواحد يعني نصف تقريبا، سأقيس من جديد، سأقيس من جديد بعد ضبط الميزان. أنا ما راح أحذف الفيديو ولا أعيده من تصويره من جديد، أنتم بناتي وستكونون معي خطوة بخطوة. بسم الله الرحمن الرحيم، نقيس النسب، واحد اثنين تقريبا، اثنين من اللدنة المركزة، ناخذ اثنين من اللدنة المركزة، بسم الله، خمسة، خمسة جرام من اللدنة المركزة، خمسة جرام من اللدنة المركزة. العنبر، صفر الميزان، العنبر راح ناخذ منه، نشوف كم راح ناخذ من العنبر. بسم الله الرحمن الرحيم، العنبر من منارة العود، الزيوت كلها من منارة العود، العنبر رائع جدا عندهم. أخذنا تقريبا 40 جرام، 40 جرام من العنبر، 40 جرام من العنبر، 40 جرام من العنبر. المسك المتسلق، بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا المسك المتسلق من منارة العود، جميل جدا، من أروع أنواع المسك. أنا حريصة دائما حتى عندما تنفذ الكمية عندهم أنتظر حتى يوفروها وأخذها منهم. المسك المتسلق تقريبا 30، المسك المتسلق تقريبا 30. حبشوش رح ناخذ منه كمية بسيطة، بسم الله الرحمن الرحيم، تقريبا 2 ملي او 2 جرام من الحبشوش. الورد الفرنسي، الورد الفرنسي راح ناخذ ايضا كمية بسيطة، هذا تقريبا 1. الميزان للامانة ما يقيس لكن انا عارفة تقريبا 2 او 2.5 من الورد، ضعوها 2.5 الورد، 2.5 الميزان لا يقيس، لا بأس ان شاء الله ان الامور تمام. العود، عود المنارة، انتو امشوا على النسب اللي انا اكتبها لكم في صندوق الوصف، اللي هي نفس النسب اللي قسناها مع بعض، الان امشوا عليها، انا عارفة ايش احط لكم، وبإذن الله تحصل على مثبت رائع جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، عود المنارة،
تعدي المنارة تقريبا. تقريبا 20 جرام، عودي المنارة 20 جرام. خلاص الآن استبعد الميزان ونحرك المكونات مع بعضها البعض. نحرك حتى تمتزج تماما، نتأكد انها امتزجت. رائحة جميلة 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 جدا، للأمانة الرائحة جميلة جدا. الرائحة جميلة جدا. خلاص نقفل عليه ونخمره لمدة ما تقل عن أسبوعين ثم يستخدم. نخمره لمدة أسبوعين ثم يستخدم. جميل ورائع جدا، الرائحة الواحدة جميلة جدا. إن شاء الله تعالى هذا الدرس يكون أفاد الجميع، لأن هناك بنات الله يحفظهم ومن متابعاتي يطلبون كثيرا طريقة المثبت، وأنا سبق ونزلت عدة مثبتات. هذا من ضمن المثبتات اللي أنا نزلتها بتركيبة جديدة. إن شاء الله يكون الدرس واضح وسهل وسهل التطبيق، والزيوت كلها موجودة عند منارة العود. أي استفسارات أنا موجودة معاكم في القناة، اكتبوها في التعليقات وبإذن الله تعالى إني ما أقصر معاكم. المثبت قبل ما أقفل، المثبت هذا خاص للبخور الشرقي، خاص للبخور الشرقي بالذات، يعطيه فخامة جميلة جدا. غير التثبيت يعطي فخامة، يعني طعمي زيوتك العطرية بهذا المثبت، يعطيك ثبات ويعطيك نكهة بخورية جميلة جدا للبخور. استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.